عايزين نتعرف على حضرتك. سلامة فتح الباب. تنتمي لأي تيار سياسي؟ أنا مستقل، مخترع أصلا، معايا براءة اختراع في تحلية المية، وفي موتور بدون وقود، وفي مدفع مغناطيسي للأقمار الصناعية بالدفع المغناطيسي، وفي يعني فكرة على أساس فيروس سي، بس وزارة الصحة حربتها. هو اللي أنا مهم عندي إن أنا عايز أشوف ناس من المصريين يتقدموا لي، وتليفوني 011-5962050، على أساس إن إحنا نعمل نداء للمواطنين كلهم، كل الاتجاهات، الأحزاب والائتلافات، نجتمع مع بعضينا ونتجه ناحية العمل، واللي ليه حق ياخده بالقانون. كنت عايزين نعرف حضرتك قدمت في اللجنة؟ أنا قدمت في التأسيسية. طب رقم حضرتك كام؟ والله مش فاكر، 500 وشوية. 500 العفو، سلام عليكم.